دلوقتي يجي ميعادنا مع الأخبار اللي هتحصل النهاردة، منها تنظيم تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين لجلسة نقاشية بعنوان كيف نواجه أثار التضخم العالمي على مصر، منها أيضا جامعة القاهرة اللي هتنظم احتفالية كبيرة لتكريم أبطال معركة أبو عطوة، المعركة الشهيرة طبعا اللي تمت في حرب أكتوبر. كمان النهاردة في ثلاث مباريات قوية في افتتاح الجولة الأولى من مسابقات الدوري المصري الممتاز لكرة القدم. بالنسبة للأخبار المهمة اللي هتحصل النهاردة، فالدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف هيرأس جلسة مكافحة الكراهية ونشر ثقافة التسامح في الخطاب الديني، وده خلال مؤتمر التسامح والسلام والتنمية المستدامة في الوطن العربي اللي بيعقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة. النهاردة صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين هينظم جلسة نقاشية بعنوان كيف نواجه آثار التضخم العالمي على مصر؟ الجلسة هتبدأ الساعة 7 بالليل وهتناقش العديد من الأسئلة والقضايا اللي بتشغل بال المواطنين، زي ارتفاع التضخم محلياً وعالمياً وأزمة ارتفاع الديون العالمية وانعكاساتها على الداخل وأزمة الطاقة، وكمان سبل تشجيع الاستثمار وجذبه للسوق المصرية. النهاردة هتنظم جامعة القاهرة احتفالية كبرى لتكريم أبطال معركة أبو عطوة، وهيكون في محاضرة للواء الدكتور سمير فرج مدير الشؤون المعنوية للقوات المسلحة سابقاً وأحد أبطال حرب أكتوبر المجيدة. الاحتفالية هتكون الساعة 12 الظهر بقاعة الاحتفالات الكبرى بحضور الأساتذة والعاملين والطلاب. النهاردة هينظم المجلس الأعلى للثقافة الساعة 6 بالليل عبر تطبيق زوم ندوة الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية وأفاق التحول الرقمي. لعشاء الدوري المصري موعدهم النهاردة مع ثلاث مباريات قوية في افتتاح الجولة الأولى من عمر المسابقة. هيلتقي أسوان مع الاتحاد السكندري الساعة 3 العصر، الساعة 5 هيلتقي البنك الأهلي مع فاركو، والساعة 7 هيلتقي سيراميكا كيلوباترا مع المصري. لعشاء الدوري الإنجليزي موعدهم النهاردة مع مباراتين في إطار الجولة 12 من عمر المسابقة. هيلتقي برايتون مع نوتنغهام الساعة 8:30، وهيلتقي كريستال بالاس مع وولفرهامبتون الساعة 9:15.